في فترة سجنك ولا اللي عاودها طبعا، قابلت مع سامي الفهري وحكيته مع بعضكم يا فيت في وكان يخمم انك باش تكون بطل واحد من مسلسلاته. ما ذا اشاعة، ما كنتش، ما كان حتى بروجرام تاع مسلسل مع سامي الفهري، ما قابلته في سويسرا دو فوا. شنو حكيته في اللقاء السريع في سويسرا؟ لا فيت في بالمقابلة الأولى تقابلت وقتها أنا ومينو، هو بجنبنا في بيت بجنبنا، فهمت، وقفنا حكينا معاه شوية وكها. ومن بعد كي عاودت رجعت على الغناية قابلته مرة أخرى، وقتها هو مازال ما خرجش، قعدنا حكينا أطراف الحديث عادي، معناها حديث عادي إي نورمال، كيما زوز يتقابلوا في ضيق، معناها فهمت، سوليداريتي، ربي يخفف الضيق على الناس الكل طبعا، الناس الكل، وإن شاء الله ربي يخلص وحل أي مظلوم. أمين يا رب. الخبر الأخراني اللي نكملوا به إشاعة ولا مش إشاعة، وقع استماعك بعد ما حكيت على إيمينو وعلاقتك به وآخر مساجات، لكن وصل حتى اتهامك إنك كنت تخمم تخلط عليه. في فرنسا هذاك، هذاك في فرنسا طلعت عليه 3 أو 4 جلسات دي بيركيزيسيون، يزدموا للدار كلي جوري فاركس وكذا ما يلقاو شيء، اما قعدوا رابطين شويه فهمت، كلي عام ونص تعبت فيهم انا مورالمون فهمت. من بعد الحمد لله تونس، لي تونس وقع استدعائي وذهب ابي في مكاني، وذهب ابي في مكاني وعاد الى البيت فرحا مسرورا، لاني انا في تونس لا اذهب بالاستدعاء الى المركز. علاش؟ خاطر كي كلموني في تليفون يقول لي يجا لك، يجا تك تك وباش تروح، فما شيء نعرف لي انا باش يعديوني ديما يقولوا لي راك باش تروح، يجا تك تك وباش تروح، نعرف لي باش تعد كل كيكه كل حاجه يا خويا. فوبي وليت تخاف؟ ما نخافش برو، خوف كامل من الله فهمت، اما كي يجيني استدعاء يا خويا شدني خير، كي تعرضني شدني تتجنب وليت تمشي، ما نمشيش. مش تجدد باسبورك ولا بطاقه تعريفك ولا حاجه؟ مش جديد لحد الان، مازال سافا، مازالوا فيه 3 سنين. مازالوا فيه 3 سنين.